النهارده لما ابص للاسعار من سنه كان مستوى التضخم والارتفاع في الاسعار كان بيوصل ل 33% و34%، النهارده بنتكلم الاسعار بتزيد يعني ب 14% اقل حده مما كانت عليه. خلال نهايه برنامج الاصلاح الاقتصادي العام القادم وايضا الاصلاح الاقتصادي هيستمر الى ان يقوم البنك المركزي ومع الحكومه بانه يتم خفض الاسعار معدل التضخم بحيث يبقى رقم احادي، يعني يبقى في حدود 7% 6%. هنا معناها ايه؟ معناها انه الاسعار بتزيد بس ب 6-7%، في نفس الوقت بنعوضها بزيادات السنويه في المرتبات اللي بتوصل ل 10%. يبقى اذا زياده في الرواتب وفي معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي ومستحقي تكافل وكرامه تبقى اكبر من الزياده في الاسعار. ولذلك بنقول ان المواطن النهارده هو اللي يهم المواطن ايه؟ حاجتين مهمين، انه يبقى في فرصه عمل يعني مناسبه باجر يعيشوا عيشه كريمه، الحاجه الثانيه ان الاسعار لا تؤدي الى تاكل هذا الدخل الناتج عن فرصه العمل.